الغالمي عبد الواحد، العمر ديالي 48 سنة، تنسكن في ولاد سيدي شنان في قيم صالح، خدام مع هاد السيد هذا حتى وقع المشكل، تيبيع الكريفي و تيدير هادشي ديال الطبالي وديال لامونات وديال الديكاجورات وديال كاين في شارع العشرة ايت الراضي زنقة الواد، خدام معاه 11 عام ديال الخدمة، ودابا راه هزني وحطني بحال حاجة ما كاينة وانا ضيع وضاعت لي عيني وضاعوا لي ولادي ولادي. نهار 19 في شهر 2 ديال هذا العام هذا، خدام شاد معايا هو، راه كان معايا تمايا وقف خرج، وخدامين تنقطعوا في هذاك الشيء ديال الجرير، هذوك اللي كيهزوا الكوارد وداك الشيء. والسيد ملي صابني تضربت ما عرفت انا شحال طاحت تمايا وداك الشيء، ومشى هو بحاله، بقيت انا طايح تما عقبت خرجت، ما عرفتش شنو وقع لي انا كاع نهائيا. الناس تجر فيا تيحيدوا فيا من حدا المكازا، من تما تيبرموا فيا من حدا المكازا تمايا، ما عرفتش انا شنو، علاش تيجروا فيا تمايا، عيطوا لابيلانس، حتى انا نقول لهم جيبوا المرا ديالي داك الشيء، ما بغاوش يحضروها. ودابا خويا راني تاديت بزاف، ودابا كنطالب بالتعويض ديالي، وتنطالب بالقضاء يتدخل في هذا الشيء هذا ويشوف من حالي، وتطالب بالناس اللي هما محسنين داك الشيء، لان باقي عندي الهرس هنا لتحت في سميتو، الهرس هنا الفوق، وراسي مجوج عندي جوج وليدات 06 66 45 95 35.